احنا مستشفى الكاظمية التعليمي، هاي التواليتات الطابق الرابع، لا إنارة ولا كل شيء، لا نحكي بحكي فساد ولا هذا حكي الكبار، بس نفتهم هذا الشعب العراقي اللي ضحى بكل شيء على هالبلد ما يستاهل يعني مثلا؟ هاي هسه يطب المريض شلون يطب؟ مثلا هاي التواليت، هاي التواليت شوف شكل ضيقة، إذا واحد مقعد يكون يطب المرافق وياه شلون يتحمل المكان؟ شنو الشغال بهاي؟ بس هذا هو اللي شغال، لا غلوب ولا انهار ولا طاقة، المجال مسدود طبعا، المجال مسدود، الخدمات المجال مسدود في الشوارع، الناس تيجي توضح اسمع عليها عالم تشتري من برا، هاي عالم تشتري من برا حتى الادوية الغالية، هسه عمي تواليت هاي تواليت تواليت بيها خير، لا حتى ضوء ما بيها ضوء، ها هاي الضوء فلش، زين تالي شلون؟ خلي اسمع المسؤول، مشينا هذا الممر كله من بدايته لنهايته، انا قلت نجي لهاي التواليتات، بنطلع من التواليتات اللي طاقة مجاريها وما بيها جواب بنجي لهاي التواليت. هاي التواليت بيها خانة وحدة، المريض بيها ثلاث أربع أبوابات محروقة.